من ضمن الأسئلة، أنا مقتنع برأيك جدا، شكرا جزيلا. أنا دخلت معهد نظم معلومات عربي بالمقدم، هل ده كويس ولا أدخل نفس المعهد بس إنجليزي؟ يعني نفس المعهد سواء عربي أو إنجليزي مش هتفرق، وإن كنت بفضل نظم المعلومات باللغة الإنجليزية. ليه؟ لأنه مجال نظم المعلومات هو مين اللي بيستخدم برامج باللغة الإنجليزية، دايما اللي هذه البرامج بتكون أفضل باللغة الإنجليزية، وحتى المحتوى نفسه، الكورسات اللي أنت ممكن إنك تستثمر نفسك فيها أو انك تشتغل عليها بهذا الموضوع تكون في اللغة الانجليزية. فدي نصيحتي. ولكن لو القدرة المادية غير متوفرة، لو الدنيا بالنسبة لك مش هتقول لا متوفرة بس ابيع ام الصيغة وابويا الارض، بلاش ندخل في ديتيلز، لا ندخل نظم معلومات عربي والدنيا تكون بالنسبة لك كويسة. هل لو دخلت تجارة عربي ممكن اخد كورس انجليزي واحسن من نفسي؟ طبعا ممكن تحسن من نفسك، وده تكملة السؤال. وان كنت بفضل انك تحسن من يعني لو تعرف تجيب كتب نظم معلومات الانجليزية من زمايلك وتحاول تشوف بس المصطلحات النظم المعلوماتية باللغة الانجليزية تكون بالنسبة لك أفضل. وطبعا الإنجليزي تحسينه بشكل عام مهم جدا في هذا الموضوع. ربنا يوفقك ويكتب لك كل خير بإذن الله.